اسمها ايه؟ انا مستر كنت بجرب انا كنت بقول لك ايه عشان نسيت. اخر حاجه كانت ايه؟ اللي هو اعرفني فرش. ايوه، الجمله الفعليه يا شباب، جمله كلمه ملك دي نكره صح؟ ايوه الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات. كلمه ملك دي نكره، تمام، يصرف هو والرابط طبعا هي الضمير المستتر الذي يعود على الملك. يبقى اذا الجمله في محل رفع نعت، رفع ليه؟ لان المنعوت اللي هو كلمه ملك مرفوعه، تمام. يصرف تمام. رنا، اعربي لي كلمه امرها. أمرها مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ممتاز، الله يفتح عليك. طيب، او محدثين بالكهرب، طبعا هنا او محدثين معطوفه يعني لا تحتاج، تمام، بالكهربائي. عرب كلمه عجائب برضه ايضا غير مقرر عليكم سبب. محدث من اعمال اسم فعل محدث، تمام، محدث دي اسم فعل وده مقرر عليكم في المرحله الثانويه، تمام، يعني عربها كلمه عجائب مقرر به، تمام. طيب، او غائص بالفلك او عوام، كلها معطوفات، يعني غائص من معطوف، بالفلك جار ومجرور، عوام جار وجسر. او مرسل وحي الهوائي، يا ملك. نعم. اعربي لي مرسل كده. أو مرسل. لو لا حرف، فعل. لا، عطف معطوف يا بنتي، معطوف. معطوف من معطوف. الفلك، مجرور عليه بجرير كسرة. ممتازة. طبعا منة الله. اعربي لي الهواء، تعربي كلمة الهواء. الهواء. هتبقى مضافة لما مجرور على مكبر القصر. ممتازة. ومنطق تعرف ايه؟ طيب ياسين محمد، ومنطق تعرف ايه؟ ومنطق منطق تعرف ايه؟ في رمضان. لا. فعل ازاي؟ لا، فعل ايه يا ولدي؟ مين اللي على دول؟ قلنا منا ولا ياسين؟ نسيت والله. معطوف، معطوف ياسين. ياسين معطوف، معطوف كلمة منطق دي اسم يا ولدي وقبلها حرف العطف، اذا نقول ايه؟ معطوف، تمام، ده معطوف مصر. وعجائبا ايه؟ عجائبا للفودي. ما قلت لكم اعرابها مش عليكم، هي مفعول به من اعمال اسم الفاعل اللي هو محدث، وكلمة تمام. او مرسل وحيا ايضا مفعول به من اعمال مرسل على وزن اللي هو اسم الفاعل ايضا. عليكم اسم الفاعل واسم المفعول في الفصل الدراسي الثاني الترم الثاني، لكن اعماله عمل الفعل. يعني ايه اعماله؟ يعني كانه فعل، تمام، يعمل الفعل، بيعمل ايه؟ بيرفع فعل وينصب مفعول به، كذلك الامر، اسم الفاعل واسم المفعول، يرفع فعل بس اسم المفعول، يرفع نائب فاعل وليس فاعلا، لان يصاغ من الفعل مبني للمجهول، تمام. طيب، او منطق نصهم الجمادي باحرف وكلام، هي منا جاوبت معانا. سندس، اعربي لي كلمه الجماد، ثم الجمادي، الجماد تعربين. سندس موجوده؟ أيوة مستر موجودة بس فقط. ماشي، فكرت. اول ما انت عرفت تقول انا مستر وفكرت، يعني عشان ايه؟ ايه مضاف إليه ممتاز، نضاف إليه ماله مرفوع اللي ترفعه ايه؟ مجرور عامل جر الكسر. ده مركزة. ممتاز. طيب، هذا هو العلم الحديث. عمر خالد، اعرب لي هذا. اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. ممتاز. عمر هاني، اعرب لي هو. إذا هو دي هيبقى ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ولا غلط؟ صح، في محل رفع مبتدأ ثاني، هذا مبتدأ أول وهو تعتبر مبتدأ ثاني، تمام، يبقى ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني يا شباب، تمام. طب العلم تعرب إيه يا يمين؟ يمين، العلم تعرب إيه؟ العلم
خبر، هتبقى خبر مبتدأ الثاني، خبر مبتدأ الثاني اللي هو تمام. هذا مبتدأ تمام. أول، وقلت اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ أول، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني، العلم خبر مبتدأ الثاني. طيب لما نسأل، نسأل مين؟ ملك، يا ملك أين خبر المبتدأ الأول؟ أين خبر المبتدأ؟ يعني من فين المبتدأ الأول؟ إلا هذا أنت ما ماشي. هذا بني الأهرام، لا، ده أنا أسألك في بني الأهرام. هو العلم؟ هو العلم جملة اسمية، جملة هو العلم يا شباب، في محل رفع خبر المبتدأ الأول. تمام تمام. يا أسماء، اعرب لي كلمة الحديث. العلم هو الحديث، هو الحديث تعرفه. مضاف إليه كيف يعني مضاف إليه؟ العلم صفته من الحديث. نعت. نعت مرفوع يا بنت. تمام تمام. رنا، اعربي لي أقبل. ركزوا، أقبل تعرب إيه؟ تمام. أقبل تعرب يا شباب. فعل أمر منصوب بحذف النون. الفعل أمر مستحيل يكون منصوب. الجو بحذف النون. مبني على حذف النون، لأن الفعل الأمر يبني على ما يجزم به مضارعه. تمام؟ تمام. وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام؟ زمرًا، عمر هاني، اعرب لي زمرًا. زمرا ايه هيكون حال؟ الله يفتح عليك، حال، عشان هم كيف اقبلوا فاقبلوا زمر. وفي نفس الوقت صاحب الحال الضمير. تمام، زمرا حال منصوب، اقبلوا عليه زمرا عليه. طيب حسين، حسين اعرب لي كلمة عليه. يا حسين يا مستر، اعرب لي كلمة عليه. علي جار ومجرور. على حرف جر والهاء ضمير مبني في محل في محل جر اسم مجرور. تمام، يا بني الأهرام. عايزين نسأل مين؟ مريم، يا مريم، مريم اعربي لي بني. أروي بني كل فكر في ربنا يا شباب. اسم منادى. منادى منادى منوع المنادى. منادى مضاف ماله؟ منصوب علامة تنصيب الفتح. ماشي، منادى مضاف منصوب علامة تنصيب ايه يا شباب؟ الياء. الياء ليه؟ ايه صح. ليه؟ ايوه ليه يا عمر؟ ايه تاني يا مستر؟ اصلها بنين، اصلها ايه؟ بنين، لان بتجيب المذكر السالم شباب. تمام، بنين تاخد اعراب ايه؟ وحذفت النون للاضافه، لان كلمه الاهرام دي تعرب مضاف اليه مجرور. تمام، فهنا منادى بس اعربها تاني. ايه؟ اعربها دي تاني. منادى منصوب على من تنصب به الياء، منادى منصوب وعلى من تنصب به الياء. تمام؟ تمام. لحظه يا شباب. طيب وضحت هذه الجزئية يا شباب؟ أيمس. أي طلع عنده أي استفسار بخصوص حصة اليوم؟ في أي طالب عنده أي استفسار؟ لا يا مستر شكرا. لا مستر شكرا. اليوم؟ طيب. ماشي، تفضلوا شباب، جزاكم الله خير. شكرا يا مستر. السلام عليكم. مستر احنا ليه ما سمعناش النشيد؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. تمام. تمام، تفضلوا وفقكم الله. السلام عليكم.